حاتم الشيخ محمد باحث بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومنسق مشروع المنظومة المندمجة للزراعات وتربية الماشية تحت نظام الفلاحة الحافظة. المشروع هذا ممول من طرف صندوق الفداء ومنسق من طرف منظمة إيكاردا، واللي نسقه في تونس المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم لي ان جي سي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى اللي هو لويبي. هو مشروعنا يخص المناطق اللي يتدخل فيها المشروع، هما أربع ولايات، هي ولاية الكاف، ولاية زغوان، ولاية سليانة، ولاية باجة. نحن الفلاحين قاعدين نعانوا برشا من حكاية الأعلاف، معناتها متوازنة مش متوازنة، متكاملة مش متكاملة، وكما تعرفوا الناس الكل يعني دور العلفة مع الحيوانات متاعنا والقطعان متاعنا، يعني عانينا برشا، تعبنا برشا. بالرغم من المشاكل الموجودة في منظومة إنتاج البذور العلفية في تونس من ناحية السوق، من ناحية توفر الأنواع والليزيسبيس، شركة كوتيغران تحاول دائما تقوم وتوفر أعلاف ذات قيمة عالية، وقعت الاتفاقية الشراكة مع ليرات ومع مشروع CLCA دعم كبير للفكرة هذه. الاتفاقية هذه تقوم على توفير البذور العلفية بمختلف أنواعها كما القصيبة، القرفالة، التريتيكال، الحلبة والبرسم وعديد البذور الأخرى، وخاصة الخلطات العلفية. التعاون بدأ من عام أول وحسينا ثم طلبات قاعدة تكاثر، ثم تجاوب كبير سواء من المزارعين اللي تابعين المشروع والمزارعين اللي يعرفوا كوتيغران ديريكت، دونك ثم طلبات كبيرة. لهذا قمنا بتطوير المساحات المعدة للإكثار البذور العلفية، مرينا من مثلا في القرفالة كنا نعمل في 20-30 هكتار ايش اسمه كونتراتوات، تو وصلنا ل 100 هكتار، نفس الشيء ايش اسمه لي فاريتي الاخرين ولي سبيس الاخرين. مرينا تقريب في ظرف عامين من 20-30 تورناتا سومونس، نوصلوا تو 100-150 تورناتا في القرفالة بركة مثلا. إن شاء الله قاعدين نتطور وقاعدين باش نلبوا الطلبات المتزايدة الموجودة. التدخل متاعنا كمختص في الزراعة العلفية ضمن برنامج الشراكة اللي تنسج بين المعهد وشركة البذور كوتيغران ومشروع البحث التنموي CLCA هو اقتراح معناها عدة تركيبات لخلطات علفية مختلفة، وهي خلطات علفية جاهزة للبذر، وهذا الشيء أول مرة يقع معناها في تونس، أي يقع تسويق خلطات جاهزة للبذر معناها فيها المكونات متاع الخلطة كلها متوجهة في نفس كيس البذور. ولهنا لازم نقولوا اللي الخلطات العلفية والتركيبات اللي تم اقتراحها راهي متأتية من عدة سنوات من التجارب والبحوث اللي قمنا بها سواء على مستوى المخبر هنا أو على مستوى محطات البحث التابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية، أو حتى على مستوى الحقلي معناه عبر إقامة وإدارة عدة تجارب عند عدد من الفلاحين في مناطق مختلفة من تونس. أيضا لازم نقولوا اللي احنا اقترحنا عدة تركيبات وعدة خلطات علفية معناها متأقلمة لعدة معناها لظروف مناخية مختلفة للبلاد نتاعنا، وأيضا تتأقلم للاستعمالات المتعددة لهذه الخلطات العلفية، فمنها الخلطات المعدة للاستعمال عبر الرعي من الحيوانات أو لإنتاج القرد أو حتى لإنتاج السلاش. وذاك علاش نلقى خلطات متكونة من نوعين علفيين، أي بقول علفي وحب علفي، نلقى خلطات متكونة من ثلاثة أو حتى خلطات متكونة من أربع أنواع علفية كما القرفالة، التريتيكال، القسيبة أو الحلبة. بدينا فيها التجارب هذه متاع الزراعات العلفية، كنا ما نعرفوهاش الزراعات العلفية،
نضرب في شوي قرط قصبة حمراء وشوي شعير خلطوه مع بعضهم وخلطوا راسه الليبيري. توم اللي جتنا هالتجربة الجديدة هذه بتاع CLCA ولينا نضرب شوي قرفيلة وشوي حلبة شوي وصلنا 5 أنواع بتاع قصيبة، وصلنا للسلة، وصلنا الحاجات اللي عاونتنا برشا ونقص علينا التكلفة واعطتنا الكمية كمية باهية واعطتنا كاليتي باهية. حتى اللحم نتاعنا تولى ممتاز، كي نهزوا علوشنا للسوق ولا يعرفوه، خاطر العلفة اللي ياكل فيها هذية ما فيهاش برشا شحم، تعمل اللحم وما تعملش شحم وتعطي البوا الميزان. هذية نقصت لنا كي نرجعوا له على الأقل على الأقل على الأقل 30-40% من المصاريف. كانت بيرت ماشي رزق حرام، تو ولينا بفضل المشروع هذية والتجربة الجديدة والتقنيات الجديدة، هي مش جديدة هي قديمة من قبل موجودة القرفيل والوحدة، ما كناش نثمنوها ما كناش نعرفوها، تو بالتجربة الجديدة وعملنا تجربة مع على الأعلاف هذية في تسميل الخرفين، أعطتنا 244 جرام لحم في النهار، هذا موثق. والشراكة هذه مع شركة كوتيغرا الحقيقة أبدينا في النقاشات عنا تقريب مدة سنة أو سنة ونصف، وقينا كل التجاوب مع شركة كوتيغرا للقيام لدعم منظومة البحث العلمي المرحلة الأولى ودعم منظومة الإنتاج البذور العلفية لما لها من أهمية في الزراعات في التداول الزراعي وكذلك في للأغنام يعني في تغذية الحيوانات. والخليط هذايا عاونا ياسر في التداول الزراعي، أرضنا ولت غنية هناك، حتى وصلنا عملنا تحليل التربة ولت أرضنا غنية، نحن في مكتر أرضنا منحدرة برشا، هذايا نقصنا برشا من الانجراف وعطتنا برشا إنتاج، وإن شاء الله تعمم خاصة في الشمال الغربي خاطر بلاصة واعرة كيما مكثر وكيما الدهمان وكيما القصور وكيما كذا. دونك بالنسبة للكونترا المبرمجين السنة الكومباني جاي هذا الدخل إن شاء الله في بالنسبة للإنتاج البذور العلفية عندنا قرابة 300-400 هكتار، ما بين 300-400 هكتار مختلف لي فاريتي ولي زيسبيس، تقريبا عملنا 30 عقد اكثر في مختلف مناطق الشمال. ان شاء الله برنامجنا باش نتطوروا عام الجاي نوصل 60-70 تورناتا، وفي ظرف عامين 3.5-150 تورناتا الاوبجيكتيف نتاعنا بالنسبه للخلطات العلفيه. المشروع هذا ان شاء الله باش تتحل مشاكلنا، باش نحاول نتحصلوا على علفه متميزه متكامله يكون لها تاثير ايجابي باذن الله على القطيع نتاعنا. كما نعرفوا اللي العلفه لهنا في السرس كومبوزونتها ضعاف، يعني مكوناتها ناقصين، وخاصه اكثر حاجه مفرحتني انه العلفه هذه باش تكون يعني خلاط، مش معناتها نقولوا حاجه بركه فيها القرفيله فيها الحلبه فيها القصيبه، كما يعرفوا فلاحين اللي يظهر لي يذومه من اعز حاجات اللي تنجم يعني تعاون حيواناتنا بالنسبه للانتاج كحليب وبالنسبه للحوم. وان شاء الله يا ربي في اطار CLCA نتميزوا وننجحوا، اللي نحن كما قلت نحن حوالي 27 فلاحه من السرس بالضبط، من 31 من 27 بالذات اختاروا من السرس، خاطر متاكده اللي فينا كفاءات يعني تستحق كل خير وتستحق الدعم. وفي اطار المشروع هذا بالطبيعه باش يكون هو الدعم لينا، على خاطر اذا كان انت باش تنجح ركيزك تبدا من الباز نتاعك، والباز نتاعنا نحن هما حيواناتنا وقطعاننا. We are also trying to get to get closer to communities and generate further demand for forages, especially in the areas where there is not a lot of consciousness about the importance of forages, and we are trying to generate or to do that through what we call scaling hubs, where we are trying actually to stimulate a self-sustained dynamic for adoption of forages of good qualities.
where we actually set innovation, the type of innovation platforms, which involves the beneficiary farmers, small farmers, but also their community based organizations, and try to build their capacities for either for seeds multiplication or for networking them with strong national partners, development partners who are working on the field and who can give to them and transfer to them knowledge about forages, and also building their capacity to multiply their own seeds, but also to make use of those seeds for good, for a production of a forage of good quality. خطوة فريدة من نوعها من طرف المعهد لإرساء شراكة بين القطاع العام والخاص من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، وهنا بالطبع خصيصا يعني قطاع الإنتاج الأعلاف الخشنة اللي في الحقيقة له عدة إشكاليات، وبالتالي مساهمة أيضا في تحسين مردودية الإنتاج الحيواني سواء كان مجترات صغرى أو مجترات كبرى. ووقت نقول تحسين إنتاج حيواني بالتالي هو سعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي سواء كان من ألبان أو لحوم حمراء. Thank you.